بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي، حياكم الله، معكم مدرس علوم الشرعية. درسنا لهذا اليوم من قسم القرآن الكريم فرع التفسير، ودرسنا بعنوان فضل الإنفاق وذم البخل. وذم البخل، نعم. ليفتح كل طالب منكم كتابه على الصفحة 24، نعم، ولنقرأ التهيئة التي تتضمنها الصفحة لنستعد للبدء بالدرس إن شاء الله. الصفحة 24، نقرأ التهيئة معنا دقيقتان. جزاكم الله خيرا أبنائي الأعزاء، سأقوم بقراءة التهيئة، أرجو من جميع الطلاب المتابعة والانتباه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي كل منفق خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. هذا الحديث الشريف يحث على الكرم وينهى عن البخل، فماذا نستنتج أيها الطلاب من هذا الحديث الشريف؟ معنا ماذا نستنتج؟ أحسنتم، نستنتج أن للإنفاق فضل عظيم، لأن الإسلام مدح الإنفاق ومدح الكرم وذم البخل، أي اعتبر البخل صفة سيئة، نعم، وأن الصدقة تنمي المال، من يتصدق ينمي الله ماله ويزيده، والبخل يتلف المال، يضيع المال، يجعل الإنسان يخسر ماله عاجلا أم آجلا، وتنتزع البركة من هذا المال، من مال البخيل، نعم. وأن الملائكة تدعو للمنفقين بأن الله يخلف عليهم الكثير حسنة بعشرة أمثالها، نعم، وتدعو الملائكة على البخلاء بأن يتلف الله أموالهم، أي يخسرون أموالهم لأنهم بخلوا بما أمرهم الله من الإنفاق ومساعدة المحتاجين. بارك الله بكم أبنائي الأعزاء. ننتقل إلى الآيات الكريمة وأقرأها لكم، وهي من سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمة من سورة الليل يتكلم الله فيها سبحانه وتعالى عن مخلوقات خلقها في هذا الكون، ومن هذه المخلوقات العظيمة الليل، عندما ينتشر ظلامه ويغطي ظلامه الأرض، والنهار عندما ينتشر ضياؤه ونوره ويملأ الأرض، وأن الله خلق الذكر والأنثى، نعم. ننتقل إلى معاني الآيات إن شاء الله في الحصة الثانية، وهي تكون تفسير لهذه الآيات. نعم، كل طالب أبنائي الأعزاء يقرأ الآيات مرة واحدة لمدة دقيقة، معنا دقيقة. نعم.
بارك الله بكم، هذه الآيات يجب علينا إتقان تلاوتها وحفظها قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى معرفة معاني المفردات الواردة في هذه السورة الكريمة لنفهم هذه المعاني، وهذا وفهمنا لهذه المعاني معاني الكلمات القرآنية يساعدنا على فهم معنى السورة ومعنى الآيات الكريمة. نعم، يغشى معناها غطى بظلامه الأرض، تجلى معناها عم الأرض بضيائه، لشتى معناها مختلف، إن سعيكم لشتى أي مختلف، وصدق بالحسنى أي آمن بالجنة نعم ونعيمها، فسنيسره لليسرى نسهل له طريق الإيمان والوصول إلى الجنة، فسنيسره للعسرى الذي بخل واستغنى وكذب، فسنيسره للعسرى أي نيسر له أسباب الشقاء في هذه الدنيا، يشقى ويتعب ولا يشعر بنعم الله عليه لأنه بخل واستغنى عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تردى هذا الذي بخل بماله ولم يطع الله بما أمره، تردى أي وقع في النار نتيجة أعماله وتقصيره والعياذ بالله. كل طالب منكم أيها الطلاب الأعزاء يقوم بقراءة الكلمة ومعناها، معنى دقيقتين. نعم بارك الله بكم. جزاكم الله خيرا، هذه الكلمات مطلوب منا حفظها وحفظ معانيها. نعم، يجب علينا أبنائي الأعزاء أن نحفظ الكلمة. مثلا يغشى معناها غطى بظلامه الأرض، وهكذا نحفظها إن شاء الله حفظا متقنا إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى الآيات الكريمة لنستنبط منها ثلاث آيات كونية، أي ثلاث آيات خلقها الله في هذا الكون. الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق الليل الذي يعم بظلامه ويغطي بظلامه الأرض، والليل معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى ومخلوق من مخلوقات الله تعالى، والليل فيه سكن وراحة للإنسان. المخلوق الثاني أبنائي الأعزاء الذي ورد ذكره في سورة الليل والنهار الذي يعم بضيائه الأرض الذي يعم بضيائه الأرض ويقوم الناس فيه للسعي والكسب والعمل وطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، المخلوق أو الآية الأخرى التي ذكرت في سورة الليل هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى نعم ليعمروا الأرض ويتكاثروا ويعبدوا الله حق العبادة. نعم أبنائي الأعزاء بارك الله بكم، إذن من يعدد لي الآيات التي ذكرت في سورة الليل؟ أو أحسن، أول شيء الليل يغطي بظلامه الأرض، النهار يعم بضيائه وينتشر ضياؤه في الأرض، وأيضا أن الله خلق الذكر والأنثى ليتكاثروا ويعبدوا الله في هذه الدنيا حق العبادة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. ننتقل أبنائي الأعزاء إلى الغلق، وهو أن نقوم بحل السؤال الثاني من التقويم عفوا، السؤال الثاني: أقسم الله تعالى في هذه السورة بثلاث آيات من آياته الكونية، يعني ربنا عندما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يقسم الله بهذه المخلوقات على ما سيخبرنا به في السورة. إذن ما هي الآيات الكونية الثلاث التي أقسم الله بها في سورة الليل؟ الآية الأولى الليل، الآية الثانية يعني المخلوق المعجزة الثانية النهار،
والآية والمعجزة الثالثة أنه خلق الذكر والأنثى ليتكاثروا في هذه الدنيا ويعمروا الأرض بطاعة الله والعمل فيها بما يرضي الله. جزاكم الله خيرا أبنائي الأعزاء، وبارك الله بكم، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.